سي محمد بوكور، مرحبا بك في برنامج ذكريات. هذا البرنامج اللي تنحاول من خلاله نقرب المشاهد الكريم من مجموعة من الشخصيات والحياة ديالهم داخل النادي الرياضي الفاسي كمؤطرين، مدربين، منخرطين وأيضا مسيرين. نشكرك على استضافتك لنا بالمنزل ديالك. مرحبا بكم. بداية سي بوكور، نحاول تقرب المشاهد الكريم من البداية ديالك في النادي الرياضي الفاسي، كيفاش بدأت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفرصة تيتسناها، هذه فرصة تيتسناها أي واحد، تيتسنى الفرصة. في النوبة الأولى كنت نجي مع الأب نتاعي للنادي رحمه الله، كان من المنخرطين ديال النادي، هو اللي كان السبب باش التحق بالنادي. والبداية ديالي دخلت كراماسور دوبال، مازال تنتفكر في ذاك العهد في الثمانينات، كان النادي كله أجانب، كله نصارى، تقريبا واحد 20% هما اللي كانوا مغاربة. ولكن الأب تاعي ما كانش يمارس هذه الرياضة، كان يمارس الكرة الحديدية كهاوي، ولكن كان من المنخرطين ديال النادي. هو السبب اللي خلاني باش نبقى، هو اللي خلاني باش نجي للنادي. في ذاك الفترة كانوا النصارى كنا تنجمعوا لهم لي بال، وراكم تتعرفوا جميع الكرات راها ظاهرة عالمية، راه ماشي غير في المغرب. وفي ذاك الوقت كان الأبطال كلهم المغاربة، كلهم دازوا من هذه المرحلة، وجميع المدربين كلهم كانوا دي راماسور دوبال. في ذاك الوقت كانوا لي راماسور دوبال هما اللي مسيطرين على التنس في المغرب، حيث كانوا غير نصار، ما كانوش المغاربه. ملي كانوا النصارى تيبغيو يمشيو يدوزوا العطله ديالهم الصيفيه في فرنسا، تيخليو لنا داك الماتيريال، حيت داك الماتيريال ما كانش ديك الساعه، داك الماتيريال تيتباع حتى في فاس. نعم، يعني انه اللوازم الرياضيه اللوازم ما كانش كاع. لا بغيتي تشريها خصك تمشي للرباط ولا للدار البيضاء، وكانت الثمن ديالها باهظ، كان غالي. ما كانش، هما بحكم راهم دول متقدمه تيعرفونا، تنبغيو تنخدموا معاهم من قلبنا، وهذا التشجيع ديالهم لينا. ولكن ملي كانوا تيخليونا داك الماتيريال ديالهم، لوازم لي راكيت، تيخليونا الكوار، ملي كان تيرجعوا تيدوزوا العطله ديال تقريبا 3 شهور، تيولي يرجعوا باش يستأنفوا العمل ديالهم هنا عندنا في المغرب فاس، كانوا تيلقاو اللعب ديالنا تبدل، هما تيتعجبوا فينا. وكانت ديك الساعة تتاح لنا فرص، الفرص اللي كانت تتاح لنا هي كانوا تيكونوا دي تورنوا انتر ديال الكلوب غير ديال النادي، والنادي تيعطي الحق لأي واحد بغى يلعب، كبير صغير اللي بغى يلعب تيلعب. داك الفترة مازال عقل، كانوا داك الدوريات اللي كانت تنظم لنا النادي بالمناسبات ديال عيد العرش، عيد الشباب، عيد المسيرة، ملي كنت نلعب فيهم كنت نوصل ديما، كنت من الفائزين ولا تنخسر في النهاية. وفي ذاك اللحظة مازال تنفكر، كانوا عدد كبير من المنخرطين تيقولوا لي خصك تخرج تلعب على برا، راه هاد اللعب اللي عندك راه يمكن لك دير به شي حاجة. ومازال تنتذكر ديك الساعات، كانت عندي فرصه باش خرجت لعبت، ولعبت شي جوج تورنوات كنت خسرت فيهم، لابد البدايه خسرت فيهم بروميير تور دوزيام تور، ومن بعد وليت نوصل للدمي فينال لا فينال. منين الرئيس النادي الله يرحمه السي القنوري الحارثي تفاجئ بهاد النتائج اللي كنت ندير، اضطر باش يعيط لي، قال لي انت جميع المصاريف ديال هاد لي تورنوا انا مستعد نبقى نخلصهم لك، وفين ما بغيتي تلعب لعب. يعني انه كان هذا هو الدعم الاول ديالك، الدعم ديالو هو والسي كمال القباب الله يذكره بخير، اللي كان انا ذاك هو الكاتب العام، وكان شاب، كان الكاتب العام ديال النادي، في نفس الوقت كان صديق ديال الرئيس. نعم، يعني من بعد ما تحت لك الفرصة أنك تلعب الدوريات الوطنية، كانوا نتائج لعب معلوم، كانوا نتائج حصلت على تقريبا ديك الساعات في المسار ديالي، لعبت تقريبا
ازيد من 200 دوري، فزت شي 70 دوري، وكان السي الكولونيل الحارثي الله يرحمه الرئيس ديال النادي، كان بالمثابة ديال سبونسور ديالي، هو اللي كان تيساندك. كان هو المساند الوحيد اللي كان. السي القباب كمال كان هو اللي تيقيدني في لي تورنوا، كان هو اللي مكلف بالتقييد نتاعي في لي تورنوا. مازال تنتذكر ديك الساعه جميع الابطال المغاربه كنت تنتلقى معاهم في لي تورنوا. ديك الساعه طاهر مهدي اللي كان بطل المغرب كان فات لي لعبت معاه، كان منير العرش العالمي كريم والعناوي كانوا تيلعبوا في واحد، كانوا معايا في حساهما كانوا تيلعبوا في نفس الدوري اللي كنت نلعب، نفس التورنوا اللي كنت نلعب فيها حساهما كانوا تيلعبوا، غير هما كانوا تيلعبوا في واحد الكاتيجوري اعلى من الكاتيجوري ديالي. نعم، هما اللي كانوا ديك الفترة. هما اللي كانوا في ذاك الفترة. وبالنسبة للاعبين اللي كنتي تتريني معاهم في الآخر من النادي، شكون اللي كان تيلعب معاك؟ انه ما يمكنش تكون لاعب غير هكاك، كانوا لاعب الفضل... كانوا لابد يكونوا شي لاعبين اللي كان الفضل تيرجع هو البوشيخي محمد الصافي ادريس، هذوك هما اللي كانوا مساند، حتى هما مساندين ديالهم، هذو كانوا مدربين بالنادي، كانوا مدربين في النادي، هادو هما اللي كانوا تيعاونوني ديك الساعات، هادو هما اللي كانوا تيعلموك، هما اللي كانوا تيعلموني لا في التيران ولا حتى على برا من التيران، النصائح اشنو يمكن لك دير اشنو يمكن لك دير. وانا ديك الساعات بداك الوقيته اللي كانت الظروف ما كانش ماديا ما كانش تسمح، وكانوا حتى بعض الاعضاء النادي، بعض الاعضاء المنخرطين اللي كانوا معانا اللي كان عندهم غير على النادي، كانوا تيجيو عندي تيقولوا لو وصلتي لا فينال اشحال يمكننا نعطيوك الفلوس، يعني كان تحفيز. تحفيز دومي فينال اشحال نعطيك الفلوس، يعني كان هذا تحفيز لك باش تعطي نتائج احسن. ملي كنت تمشي تلعب لي تورنوا كان ديك الساعات السي الحارثي الله يرحمه تابعني تيعرفني حتى كي تنلعب في هاد لي تورنوا هادو، كان تيسول عليك، كان تيسول عليا لي ريزولتا، لي ريزولتا وكلشي. وكنت ايضا انت بطبيعه الحال كنت تلعب باسم النادي الرياضي الفاسي، وكنت تمثلوا في التظاهرات الوطنيه. معلوم كنت تمثلوا في التظاهرات الوطنيه. سي بوكور، انت انا هذاك كلاعب كنت حرزتي على مجموعه من الالقاب، نبغيو نعرفوا كمشاهدين كيفاش انتقل بوكور من لاعب المدرب. كنت انا ذاك ال 64 كنت نعاون بعض المدربين اللي كانوا الصافي والبوشيخي، كنت نعاونو في ليكول دو تينيس، وفي نفس الوقت كنت نعطي بعض الحصص التدريبيه لبعض الابناء النادي، ولكن اللي عندهم واحد المستوى اللي تيلعبوا مزيان، ما كنتش نبغي ما تنبغيش ما كنتش نبغي ندخل التيران مع دوك لي ديبيتون اللي عاد بداو عاد اللي بداو التينيس، ما كنتش نبغي كاع ندخل مع نلعب معاهم، حيت على حساب المستوى اللعب ديالي ما كان ديك الساعات ما كنتش تنبغي ندخل نلعب معاهم. يعني هذيك الساعات انت يا مازال في نفس الوقت تلعب لي تورنوا، تلعب لي تورنوا تلعب باش تحافظ على المستوى ديال اللاعب ديالك، كان خصك دي سبارين بارتنر اللي كانوا اللي رونفوي معاك لي بال مزيان. لي بال صح، اللي تيلعب مزيان كنت تلعب معاه، دوك اللي تيلعبوا مزيان كانوا دي بون جور كنت نلعب معاهم كعربون الوفاء للنادي الرياضي الفاسي اللي كان تيساندك في الدوريات، كما النادي تعطي حصص تدريبيه، كما النادي كان سيعطيني انا ذاك، انا كنت نبغي نرجع له ذاك الجميل ديالو. نعم، وبالنسبه للتدريب واش كانوا دورات تكوينيه تنظمهم الجامعه انا ذاك؟ كانت انا ذاك الجامعه تتقوم بعدد كبير من دورات تكوينيه، وكانوا تينصحوني بعض المدربين اللي كانوا حتى هما كانوا تيجيو يلعبوا لكم تيقولوا لي علاش تيلعبوا لي تورنوا، تيقولوا لي علاش ما تمشيش دوز لي ستاج ديال لي زونترينور، عندك المستوى ديال اللعب، عندك المستوى ديال الكلاسمون، هادو راهم تيسهلوا لك و تيقول لي راك غادي تكون ناجح 100%. نعم، وحكم عندك حتى تجربه في هذا الميدان. نعم، مع مرور الايام واللي حتى اللي تاخذ قرار باش ندخل للتدريب، يعني مشيتي تحضر لهاد لي ستاج دي فورماسيون. كلهم دي فورماسيون، تنبغي نعرف الحوايج جداد، تنبغي ناخذ معلومات، وتنبغي نزيد نتعلم. نعم، حيت هاد الرياضه هادي ديما فيها الجديد.
هذا الدبلوم هذا اللي حضروا له عدد كبير من المدربين المغاربه، هو تنس بروغريسيف اللي طريقه جديده باش يشتغلوا بها جميع النوادي في المغرب. نعم 1992 كنت حصلت على الدبلوم ايديكاتور برومي دوغري، هو اللي عززت به المكانه ديالي كمدرب رسمي في النادي. 2013 حصلت على دبلوم ديال البي او اس ان، كانت ديك الساعه شراكه للجامعه الملكيه المغربيه لكره المضرب مع وزاره الشباب والرياضه. يعني انه هذا التنس بروغريسيف مكن مجموعه من الانديه ومنهم النادي الرياضي الفاسي انهم يطوروا اساليب التدريب داخل مدرسه كره المضرب بالدعم ديال المكتب المديري للنادي الرياضي الفاسي اللي تيترأسه السيد محمد العثماني، والدعم ديال المكتب فرع كره المضرب للنادي اللي تيترأسه الزمراني زكريا اللي هو ابن النادي وكان عندي في المدرسة ديال كرة المضرب وبقى مخلص هو في هذه الرياضة وهذا النادي هذا، دابا تيشتغل فيه كمنصب ديال رئيس الفرع اللي عطى الكثير لهذه الرياضة في هذا النادي، يعني هو سبب نجاح كرة المضرب في هذا النادي حاليا. وداروا لنا إدارة تقنية اللي تترأسها هشام التازي، حتى هو اللي كان طفل اللي كان عندي في ليكول دو تينيس، بالنسبه لي هذا افتخار، اللي كان لعاب ومشى في المجال ديال اللعب ولكن ما ساعدوش الحظ باش يولي لعاب كبير، ولكن ساعدته الظروف، خرج لفرنسا دار تكوين ديال التدريب واحتك مع مدربين اللي هما عالميين ديال دول متقدمه، خدم من عندهم داك الطرق ديال الخدمه، من يدخل جاب معاه داك المنهج ديال التدريب، وفضل يشتغل في النادي ديالو. نعم. الكلوب باش بدا. نعم دونك هذه نوع من التضحيه. نوع التضحيه، وهي ديك باش ولات عندنا اداره تقنيه. منين جا ولات عندنا اداره تقنيه، ولا عندنا تأطير، ولا عندنا مدربين تنخدموا بطريقة احترافية، ولا عندنا موعد بدني، حصلنا على نتائج جد جيدة، ولكن الفضل الكبير لمن تيرجع لأعضاء النادي هما الآباء نتاع داك الوليدات اللي تيجيو عندنا. نعم يعني حتى بالنسبة لعدد الأطفال الممارسين هو في تزايد، ولا عندنا دابا تقريبا 130 طفل، حيت دابا تنخدمو بواحد الطريقة احترافية، طريقة باش يمكننا نكونو أبطال. نعم سي محمد بوكور، عندنا هنا مجموعة من الصور اللي تتحكي على واحد الفترة من الحياة ديالك، نبغيو نقربوا المشاهد الكريم من بعض هذه الصور، نبغيوك دير عليها واحد التعليق خفيف. في 1986 هذه كنت حصلت فزت على واحد الدوري، اول دوري ديالي فزت فيه في النادي هو هذا. نعم هذه الصوره، هذا دوري في الاولمبيك المغربي اللي كنت فزت به في 1990. نعم واللي على الصوره هنا هذا السي مجيد محمد رئيس الجامعة الملكية المغربية آنذاك. الله آنذاك، هذاك السي مفيد اللي كان الكاتب العام ديال الجامعة الملكية المغربية ديال كرة المضرب، وفي نفس الوقت كان رئيس المنتدب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. نعم هذه الصورة هذه في نادي البارد للرباط اللي كنت لعبت مع انا ذاك، هذا ماتش ديال لا فينال كنت لعبته مع رضا السرغيني اللي دابا راه في الاداره التقنيه للجامعه الملكيه المغربيه لكره المضرب. هذا دوري دولي كنظمو النادي دو تورنوا ساتيليت 93 اللي دابا السميه ديالو ولات سالونجير. نعم. دوري التحدي على الصورة هنا عندنا بكور السي الحمومي، السي
سي حمومي محمد، سي ماي مادي، سي ماي مادي، وعلى الصورة هنايا هشام هشام أرازي، أرازي، كمال القباب، سي الحارثي الله الله يرحمه. يرحمه. عند بوكور غادي نعطيك ثلاثة الأسماء وتقول لنا في حقهم واحد الكلمة. مرحبا. سي عبد الحي الحارثي، الأب الروحي ديالي اللي ما عمري نسى الخير والفضل ديالو. ياسمين القباج، ابنة النادي، بطلة المغرب، بطلة العرب، وبطلة إفريقيا، والتدريب الأولى ديالها مروا معايا فوت، أنا اللي علمتها تلعب التنس. سي فيصل العريشي، رمز رياضي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب، رئيس اللجنة الأولمبية، تيخدم بطريقة علمية أي جامعة من الجامعات الملكية اللي عندنا في المغرب تيتمناو يكون رئيس ديالهم. سي محمد بوكور، كلمة أخيرة. تنشكر جميع الشخصيات اللي ساندوني في المسار ديالي أحياء وأموات، وتنتمنى النادي ديالي يخرجوا منه أبطال، ويبقى لنا هذا النادي هذا مفخرة في هذه البلاد هذه. شكرا سي بوكور على تلبيتك الدعوة لبرنامج ذكريات، شكرا على استقبالك لنا بالمنزل ديالك، شكرا. نتمنى لك التوفيق في مسارك المهني وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. شكرا شكرا.